آخر فطار ومفيش سحور. بعد صلاة العيد هنفطر إيه؟ شاي بلبن مع الصحبة وأطباق كحك وبسكويت رايحة وجاية. طب ما تيجي نفطر سمك بولتي ولا نديها رنجة؟ فرحة العيد بتكمل بالصحبة. وفي مصر عنوانها سفرة طويلة عليها ما تشتهي الأنفس ويعاقب عليه قانون طب البطنة. أهلا بالعيد. العيد فرحة. فكرتني بذكريات انت. موسيقى في الحي الشرقي. يا لهوي يا سمير على الجمال. دوبي 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 لا 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 حاج بوشبوش الراجل قاعد يتفرج عليه قال لك اتجنن. طبعا. ازيك يا حاج بوشبوش؟ بس حاجات ما شاء الله منوره الدنيا. اهو اهلا بالعيد. انت عندك اهلا بالعيد ده بتسهروا لحد الصبح ولا بتعملوا ايه؟ طبعا في الايام رمضان طبعا للصبح طبعا. شغل 24 ساعه بيبقى ده في رمضان. ايوه طبعا رمضان العيد وراه على طول. طبعا احنا كنا في ايام الدق سيادتك احنا كناش بنبطل شغل. يعني من 5 رمضان لحد الوقفه الصبح كان بيبقى طحن. وتقفل في العيد بقى؟ ما بنقفلش شغالين 24 ساعه برضو. حتى بعد ما الناس خدت كحك وغريبه كله لا لا بيبقى الصبح بقى في الشرقي. الباتي وكروسان السليزون يعني. ما الناس بقى زهقت خلاص من اكل رمضان والبتاع والبتاع فيغيروا بقى اللي عاوز سليزون الصبح اللي عاوز يفطر الصبح باتي وكروسان ده انا يعني شغال. عايز اسالك سؤال دلوقتي انت في شارع فيصل عندك محل في الاول ومحل في النص؟ لا محل في الاول واربعه في النص. ليه؟ هو كده نصيب ده. لا عمري ما فهمت ليه في شارع واحد يعمل كتير كده. يعني هو فيصل مناطق سيادتك من اول فيصل ما التعاون حسن محمد فيصل من ازحم كبير 8 كيلو سيادتك فيصل ولا 7 كيلو ونص. بس يعني طب ما هو في محلات ثانيه الحمد لله يعني بيقول ايه رزقنا جه في المنطقه دي وبارك الله في مرزق يعني الحمد لله دي ارزاق صح. طبعا طبعا رزق الله. بس مثلا يعني انت عندك ما هو فيصل بالكثافه بتاعته دي ما في مقابل ليه حته تانية مش فاتح فيها ليه؟ والله انا قلت اجمع شغل كله في منطقه واحده تخصص فيصل ورايح دماغي خلاص. طب انا كان ليا في مدينه نصر في الزيتون. بعيد عني والعماله السيئه طبعا وبتاع فانا انت نفسك موجود في فيصل. انا موجود في فيصل عشان كده. منوع موجود في وسط. بس انت بتحب الكحك بتاعه قوي بتقول لي انت. هو ما هو الكحك يعني العيد. يعني الكحك يعني العيد. انت طول السنه بتعمل كحك ولا طول السنه شغال كحك وبسكوت وغريبه وكله. بس الغريبه عشان يعني تبقى تقيله شويه بالطلب. يعني مثلا في واحد مثلا عنده مثلا بيتجوز بنته عاوز مثلا 5 كيلو بتاع بيعملهم له بالطلب. لكن في موسم تقيله الغريبه. ايوه اصلا انا ما بحبهاش سيادتك الغريبه. سيادتك اصليه بحس انها رمل محشو رمل يعني. بص سيادتك الغريبه سمنه وسكر ودي بس مفيش اي اضافات ثانيه. فاهم سيادتك فدي عيني تلاقي تقيله بتاكل غرابات تقيله قوي دسمه يا عم دي بتدوب في البق. انتوا ايه بتتكلموا عن غرايبه غير بتاعتك؟ انت عارف الدوبان سيادتك مدام سعاد ايه الدوبان؟ خدمه. الدوبان دي خدمه. طول ما انت بتخدمي في الغرايبه بتنعم. سيادتك يعني عارفه ما خدمتهاش والحله العجين حله العجين لفت عليها وبتاع ما خدمتهاش هتلاقيها معظمه.
بس السمنه ما دخلتش والسكر ما برافو عليك انك يعني الكحك صغنن لا لا ده قرب يبقى من الكحك بتاع زمان دلوقتي في كحكايه كحكايه قد كده اهو والله انت عايزها كبيره ولا صغيره؟ لا يعني على الاقل دي معقوله تحس انها يعني ما تبقاش كبيره عشان يعني كل نصها مثلا مثلا يا دوبها دي على قد ايوه انت بتعمل الكحك لقمه كده على طول كده لكن زمان كان الكحك لا كبير كده يعني ما تدوق واحد ايه؟ روح دوق واحد دوق يا ريس ما انا عارفها عارفها مكتوب مكتوب عليها كحك انتوا عايزيننا ناكل وخلاص يا لهوي عليكم احنا لا خد واحده صغننه مش قادره انا هموت هموت من الاكل بعدين هاخد هروح بايه لما ناكل هنا ده انتوا غريبين خدي كحكايه عملتها دي حاجه مخصوص بقى برضه حاجه مخصوص دلوقتي انا عايزه اطلب منك حاجه انت دلوقتي الكحك ده بتعمله محشي ايه وايه وايه او انواعه ايه احنا بنعمل جميع المحشيات من جمل بندق فستق ساده ملبل عجوه حرمان طب الساده ده بتحشوه ايه الساده محشوش حاجه خالص انا عايز اقول لك بحبه جدا الساده جنن على فكره الساده بيبقى خف طبعا الساده اجمع مع الشاي باللبن كده يا عيني الساده بيبقى خفيف ليه كمان الحشو ممكن ايه العجمية ممكن تعظم شويه تقعد معاك تبقى نصها هو الكحكايه ونص اساسي الملبل الملبل ده لا انا بحبه لو محشي يبقى بالعجميه بالعجمية برضه بس على فكره برضه بتعض شويه العجمية بتعض شويه على فكره برضه عشان اصل العجمية بتعمل من عسل النحل عسل النحل وسمنه وسميد بسبوسه يا راجل انت دلوقتي منتج بقى الكحك يخلص كميه يعني مثلا في العيد اكيد بتقوم عامل دفعه جامده يعني احنا الحمد لله زبوننا حاضر الحمد لله وكويس كلام سليم فبنعمل احنا بنشتغل من يوم مثلا من يوم 10 رمضان بتشون في زجاج وبتغطيه بسيلوفان وبتاع وتحط في الدواليب في برانيك وتحط البسكوت مثلا يعني احنا بنشتغل بنشتغل الحمد لله كويس يعني فبتيجي بقى من اول 20 بنروح فرشين مسكرين وفرشين ما بنبيعش قلب احنا بنبيع ايه مثلا سايب تحط السرفيز مثلا السلس والسكر وتحط الزبون عاوز 2 كيلو 3 كيلو بتاع على طول وانت واقف طب في محلات بقى بتعمل بتنزل بعد كده بعد العيد ما يخلص خلاص احنا بنكون عاملين حسابنا بقى سيادتك لا انا قصدي اقول النسبه قد ايه يعني لو عملت مثلا في العيد الصغير اول يوم او انت بتجهز لاول يوم 100% بقيت السنه بقى بتعمل نسبه قد ايه حبه صغيره حسب يعني الافراح انت عندك فرح عندك مناسبه بيبقى جاي في حد بياخد كحكه في الافراح في الافراح طبعا الصباحيه لازم الصباحيه اهو شفت الصباحيه زي صينيه العريس بالنسبه العريس بيبهدلوه عشان الصباحيه سيادتك ده لازم الكحك والبسكوت والبطفور والشوكولاته بيبقى كامل على اساس ايه العروسه بتطلع مثلا الصينيه اللي بتاع اللي هي الادوار دي الادوار دي بتقدم فيها انت بتاخد بقى الصباحيه ايوه صح وتروح حاطط الظرف لازم الظرف والنقطه ماشي بتنقط امال ايه طبعا الصباحيه لازم تنقط فيها طبعا بص هما في اتنين بيتجوزوا في ناس بتخرب بيت ابوها جنبهم حواليهم عقبال ما يتهدوا انا شايف اللي بتخرب بيت ابوه العريس يعني والله ما عادش دلوقتي حشوه اكل حشوه العروس النهارده العروسه بقت اكتر من عروسه ايه في تكلفه والدنيا طبعا بس هما بياخدوا له يعني النهارده سيادتك زمان كنا نقعد في اوضتين ثلاثه النهارده البنت عاوزه اربع خمس اوض الشقه 350 متر 400 متر ده دلع اوفر والله يا مدام سعاد النهارده التكلفه بقت عاليه والله اللي قادر يعمل اللي مش قادر يعني يكيف نفسه على قد حاله النهارده كان زمان يعني كان سنه 60 جميل مصر 19 بوصه ده كان كل الجيران بتيجي تتفرج عندنا صح الدق عندنا في صح انت كنت بتعمل كده يا سمير مين لا انا كنت بنزل عند بتاع البطاطا جايب ديش لا 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 بتهزر استاذ سمير كان بينزل عند سعودي السوا خد بقى جنبنا ايوه ايام سعودي ده لما كان تحت البيت على طول ما هو عايز انزل لك السكر شويه نزليه يا حبيبتي كده اصل انا بعمل كده ما بقدرش اخده كله طبعا يلا اتفضل حبيبي ميرسي ميرسي بوكو ميرسي والحاج بوشبوش تلاقيه جعان كمان راجل ما مش عايز حاج بوشبوش انا هاكل مصفوفه حاج بوشبوش تلعب ايه تلعب كده هاي يلا
اتفضل يا استاذ محمد مراد، اطلع فاصل واهو يعني عايز اشوف مين هيهوب ناحيه الصاله دي دلوقتي ولا المسرح ده. اطلع فاصل، اطلع اطلع.